فصلنا اللي جمعنا دروس ومدرسين، حلمنا اللي عشانه سهرنا وذبنا، والشهادة بفضل ربي. أبنائي الخريجين، أرسل إليكم نبض قلبي. رغم أن الحروف تعجز أن تكتب ما ينبض به، وأن تصف ما يخلج بفؤادي، وأنتم تقفون على أعتاب مرحلة جديدة، فمشاعري هي كلماتي المسطورة، وكلماتي هي أملي، وأملي يخرج من قلبي، وقلبي نبضاته تقول لكم ألف مبروك التخرج. أبنائي، أهنئكم من قلب مشتاق لفرحكم، أهنئكم وأسعد أوقات الهناء بقربكم، أهنئ كل قلب يحمل الحب لكم، وأشهد أنكم على قدر الثقة. أهنئكم بتخرجكم في مدرستكم العامرة بمعلميها دوماً، متوسطة علوم الرياض الأهلية بحي الخليج، لعام 2021 ميلادية، ومع الخريجين. مستور بن عبد الله الشهراني، محمد بن علي الشمري، يزيد بن بدر العنزي، عبد الرحمن بن محمد الزهراني، تركي بن مرعي القرني، حارث بن حاكم الشمري، سعد بن عبد الرحمن السهلي، محمد بن سلطان المطيري، عاطف بن عبد الرحمن العنزي، نواف بن ناصر الدوسري، سلطان بن فيصل الجعفري، محمد بن سعد الشمري، نواف بن نايف العتيبي، عادل بن سعد العتيبي، تركي بن سعود النفيعي، سعد بن بدن السبيعي، فارس بن محمد الأدغم، فهد بن ياسر الطيار، طارق بن محمد المطيري، محمد بن جهز المطيري، عبد الله بن محمد الزهراني، بدر بن محمد المطيري، محمد بن فارس الشمري، محمد بن ناصر الأيدا، ريان بن جالس العنزي، ناصر بن خلف المطيري، ياسر بن بخيتان البخيتان، سعيد بن عبد الله القحطاني، ناصر مصطفى المقيط، خالد بن مهدي السبيعي، حميدي بن عوض الشمري، راشد بن فالح السبيعي، سعود بن علي الغامدي، زياد بن بندر العتيبي، سامي بن محمد الحربي، نايف بن أحمد المطيري، سلمان بن محمد القحطاني، تركي بن سعود المطيري،
حمد بن أحمد المطيري، محمد بن عبد الله القحطاني، برجس بن زايد السهلي، فارس بن عارف الثبيتي، ماهر بن ناصر الحربي، خالد شبيب الدوسري، بدر بن خزيم السهلي. وفي الختام لا أنسى أن أشكر جميع الإداريين والمعلمين، فهم بعد الله الأساس فيما تعلمتموه سنواتكم الماضية. محبكم وأخوكم قائد المدرسة محمد بن معاضه القرني، أبو مؤيد. مع الناجحين شيء أكبر من التعبير، مهما كتبنا شيء أكبر من التعبير، مهما كتبنا.